مرحبا ويسعد أوقاتكم. سؤال كتير سألته عن شوكولاتة الحليب، إنها كتير حلوة، كيف ممكن نخفف من حلاوتها؟ هل ممكن أخلطها؟ وإذا ممكن أخلطها شو النسب اللي لازم أستعملها؟ سؤال تاني برضو عن قوالب صب السيليكون، السيليكون مولز، كيف أستخدمها؟ كيف أستخرج فقاعات الهواء منها؟ كيف أحشيها بالحشوات السائلة أو بالقناج؟ برضو هذا السؤال إجاني كتير، رح أجاوب عن بهذا الفيديو عن هاي الأسئلة. خلينا نبدأ معي أنا فداء من شوكولاتي لدورات الشوكولاتة المجانية. رح نبدأ بشوكولاتة الحليب. خلينا نرجع نحكي شوي عن شوكولاتة الحليب. الميلك شوكولات زي ما سبق وحكينا هي شوكولاتة الحليب، فيها نسبة الحليب أكتر من نسبة الكاكاو، وفيها نسبة السكر كمان كبيرة، وبالتالي هي حلوة كتير. وبرضه سبق وحكينا قاعدة إنه كل ما زادت نسبة الكاكاو بالشوكولا كل ما قلت نسبة الحلاوة. فأنا عندي نسبة الكاكاو بهاي الشوكولاتة الحليب اللي أنا عم بستعملها هي 34%، وبالتالي أنا إذا رفعت نسبة الكاكاو رح تقل نسبة الحلاوة فيها. فأنا علشان هاي الشوكولاتة بدي أخفف من حلاوتها بدي أخلطها بالشوكولا الدارك اللي نسبة الكاكاو فيها 70 فما فوق. لاحظوا انتبهوا، مش سيمي سويت، بحط الدارك المرة. كمان رح استعمل لقياس درجة الحرارة الميزان او الثيرمومتر، الانفراريد ثيرمومتر او الليزر، وانا بنصح الكل يجيبه، هو سريع وقراءاته دقيقة وبيقرأ بالفرنهايت بالدرجة الحرارة الفرنهايتية والمئوية. هلأ باخد الشوكولاتة اللي بدي أدوبها، أنا ما رح أدوب كل هاي الكمية، فباخد الجزء اللي بدي أدوبه وبحطه بالمايكرويف 30 ثانية وبطلعه، 30 ثانية وبطلعه، وبحركه بين كل مرة ومرة، وبعدين بقيس درجة حرارته لتوصل لدرجة حرارة الذوبان الخاصة بالميلك شوكولاتة اللي هي 48 درجة مئوية. لما وصلت درجة حرارة المطلوبة ببدأ أعمل عملية التيمبرينج بطريقة السيدينج بشوكولاتة الدارك. فبحط شوكولاتة الدارك كمشة كمشة، بتدوب أول كمشة بحركها، لما تدوب تماما برجع بحط كمان كمشة، ولما تدوب تماما برجع بحط اللي بعدها، وهكذا بنلاحظ إنه لون الشوكولاتة بلش شوية يغمق. هلأ بالنسبة للنسبة، يعني قديش بدي أحط دارك بالنسبة للميلك، هذا بيعتمد على التذوق وحسب الرغبة. فأنا بدوق بحس بدها كمان بضيف، ما بدها كمان خلاص بتوقف وبكمل تيمبرينج بالميلك شوكولات، أو إس درجة حرارتها ولقيتها منيحة خلاص ما في داعي أضيف ولا أي شيء. هاي درجة حرارة وصلت ل 32 درجة، هلأ ببدأ أشتغل بكل أريحية. بالنسبة لقوالب صب السيليكون، السيليكون مولز، اللي كتير سألوني قالوا لي إنه في بلاقوا صعوبة بإخراج فقاعات الهواء منه، يعني بتطلع حبات الشوكولاتة فيها الثقوب، وبلاقوا صعوبة بحشوة القناج مثلا أو الكراميل أو الحشوات السائلة فيها. وعادة بقولوا لي بس نيجي نقلب الشوكولاتة بتتكسر، بتطلع منظرها مش حلو. الآن الشوكولاتة اللي عالجناها قبل شوي بصبها بالفجوات باستعمال يا أما القموع يا أما ما عندي بستعمل معلقة، ما عندي بستعمل كيس الكريمة، المهم إني أعبي الفجوات. من طريقة إخراج الفقاعات من فتحات الشوكولاتة فوق فتحات القالب، بطرقه على الطاولة مرة مرتين ثلاثة، بعدين بزيح الورقة وببلش أمشي قالب السيليكون يمين وشمال على الكاونتر عندي، وأنا بمشي يمين وشمال لاحظوا الشوكولاتة بصير فيها اهتزاز، هذا الاهتزاز بيطلع فقاعات الهواء اللي بتبقى داخلية اللي بتبقى من جوا، هي لاحظوا بلشت تطلع. هذا الحكي بس على قوالب السيليكون أنا عم بحكي، يعني لما أمشي قالب السيليكون على الرخامة بيعمل عمل الهزاز اللي بيستعمل بالمصانع الكبيرة للشوكولاتة. الآن بعد ما خلصت وطلعت الفقاعات كلها بفرغ قالب السيليكون من الشوكولاتة اللي فيه وبنظف القالب منيح وبقلبه، وأنا بفضل نعمل قالب السيليكون نحط فيه طبقتين أو ثلاث طبقات من الشوكولاتة حتى أضمن إنه شوية طبقة تكون سميكة ولما أجي أطلعها من القالب ما تنكسر. لأنه لما بدي أطلع حبة الشوكولاتة من قالب السيليكون أنا بضغطه شوي، فهذه الضغط ممكن أنا أضغط شوية زيادة فتنكسر الحبة بإيدي. هذا الحكي عكس قوالب الأكريليك أو البوليكربونات أو العظم، بطرقها طرقة وبينزل الشوكولاتة منها بمنتهى السهولة عكس السيليكون. عشان هيك يعني يفضل البروفيشنالز تلاقيهم بيستعملوا القوالب العظم أو الأكريليك أو البوليكربونات.
بسكب فيها كمان طبقة تانية وبعالجها نفس الطريقة الأولانية، بحركها يمين وشمال وبعدين بنظفها وبحطها دقيقتين ثلاثة على وجهها، بعدين برجع بعمل الطبقة الثالثة. هلا الطبقة الثالثة ما رح أعملها زي الأولى والثانية وأعبي العين كلها أو الفجوة كلها، لا رح أعبي نصها أو ربعها، وبعدين أصير أحرك المولد يمين وشمال وفوق وتحت حتى أضمن إنه كل حواف الفجوات أخذت شوكولاتة أو لبست الشوكولاتة تماما. وبعدين نفس الشيء برجع بفضي الشوكولاتة الزيادة اللي هي حتكون كميتها قليلة، بنظف القالب وبرضه بحطه على وجهه حوالي دقيقة دقيقتين لبين ما كل الشوكولاتة الزايدة تنزل من الفجوات. زي ما ملاحظين كمية بسيطة من الشوكولاتة اللي نزلت، وعلى فكرة هاي الشوكولاتة كلها اللي على ورق الزبدة بحطها 3 4 دقايق بالثلاجة بتجمد كلها، بلمها وبحطها للاستعمالات التانية، يعني ما بكب ورق الزبدة وعليه الشوكولاتة هاي الزيادة. هلا بنظف القالب منيح وبحطه بالفريزر 3 4 دقايق حتى تجمد طبقة الشوكولاتة علشان أبدأ بحشوتها. هيك القالب صار جاهز. لاحظوا الشوكولاتة بعد ما حطيتها بالثلاجة حطيتها شي 5 دقايق بالفريزر عفوا جمدت. هلأ ببدأ أحط الحشوة. أنا عاملة حشوة الجناش، جناش شوكولاتة الحليب. ملاحظة كتير مهمة انتبهوا لها، اوعوا تحطوا الجناش يكون درجة حرارته دافية، لازم تكون درجة حرارته بدرجة حرارة الغرفة، لأنه إذا كان دافي شوي لما باجي بحطه بالفجوة بيسيح، رح يسيح الشوكولاتة اللي بتبقى اللي بينسكب فوقيها. عشان هيك لازم ننتبه كتير انه درجة حرارة الجناج او اي حشوة سائلة بدي احطها جوا فجوات القالب بعد ما افرغه واجمده لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، مش لازم تكون دافية ولا ساخنة ابدا. هلا بس خلصت حط الجناش، حبيت احط كم حبة بندق محمص مع الجناش تعطي الطعم زاكي، وبعدين بغطي الحشوات، بغطي الجناش وبهز القالب شوي حتى تتوزع الشوكولاتة منيح على سطحه، وبعدين بدي احطه للتبريد. طريقتي بالتبريد بحطه 5 دقايق بالفريزر بعدين بنزله على الثلاجة شي ساعة زمن، وقبل ما اجي اقلب قالب السيليكون بدي احرر الحبات من القالب، بسحبه لليمين وللشمال وبعدين بقلب الحبات. شوفوا حبات الشوكولاتة كيف متماسكة، شوفوا لمعتها ما أحلاها، الحشوة كتير مرتبة. جربوا الموضوع مو صعب، جربوا وقولوا لي شو النتيجة. إن شاء الله أكون قدرت جاوبت بهذا الفيديو عن الأسئلة اللي أجتني، وشكرا كتير للمتابعة وإلى اللقاء.